السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على كيفية إخفاء معلوماتك الشخصية في الفيسبوك. المعلومات الشخصية زي تاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والوظيفة وكمان التعليم أو الجامعة اللي انت تخرجت منها. الطريقة سهلة جدا وبسيطة. بنفتح الفيسبوك زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، وبنضغط على خيار القائمة اللي موجود في أسفل يسار الشاشة، الثلاث خطوط الأفقيين اللي موجودين في أسفل يسار الشاشة بنضغط عليهم، بيفتح معنا الصفحة دي. بننزل في الأسفل عند خيار الإعدادات والخصوصية، بنضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم بعد كده بنضغط على خيار الإعدادات، بيفتح معنا صفحة الإعدادات والخصوصية زي ما احنا شايفين. عندنا هنا علامة البحث اللي موجودة في أعلى يسار الشاشة، علامة البحث اللي موجودة في أعلى يسار الشاشة بنضغط عليها، وبنكتب هنا في السيرش أو البحث الخصوصية، بنكتب هنا الخصوصية زي ما احنا شايفين، وبنضغط على خيار التحقق من الخصوصية. بيفتح معانا الصفحة دي، بنضغط على خيار الأشخاص الذين يمكنهم رؤية ما تشاركه، الأشخاص الذين يمكنهم رؤية ما تشاركه بنضغط عليها. بيفتح معانا الصفحة دي، بننزل في الأسفل ونضغط على خيار متابعة. بيفتح معانا الصفحة دي، عندنا هنا بياناتك الشخصية على الفيسبوك. علشان تخفي الإيميل أو البريد الإلكتروني اللي أنت عامل بيه حسابك على الفيسبوك، بتضغط على خيار العامة وبتفعل خيار أنا فقط، وبالتالي لن يتمكن أي شخص على الفيسبوك من رؤية الإيميل. وبننزل في الأسفل عند تاريخ الميلاد، عندنا هنا طبعا العامة، بنضغط عليه ونفعل خيار أنا فقط، وبالتالي لن يتمكن أي شخص على الفيسبوك من رؤية تاريخ ميلاد وكذلك المدينة، بنضغط عليها ونفعل خيار أنا فقط، وكذلك العمل أو المهنة، بتضغط عليها على العامة وتفعل خيار أنا فقط. وأيضا بتنزل في الأسفل عند الأصدقاء والمتابعة وتفعل خيار أنا فقط زي ما احنا شايفين. وعندنا في الأسفل من الذي يمكنه رؤية الأشخاص والصفحات والقائمة التي تتابعها، بنضغط على العامة ونفعل خيار أنا فقط. وبكده أخفينا معلوماتنا الشخصية أو معلومات الملف الشخصي على الفيسبوك. بنضغط على خيار التالي، وبنضغط على خيار التالي، وبنضغط على التالي مرة تانية، وزي ما احنا شايفين تم الأمر بنجاح، وبالتالي أخفينا معلوماتنا الشخصية في حسابنا على الفيسبوك. دي كانت الطريقة. يا ريت لو استفدت من الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وشكرا جزيلا على المتابعة.